بين احنا كدفاع طبعا هذا وقع ابراز امتو امام القضاء العسكري في خصوص تهمة اللي تتعلق بالامن الدولة فما الاولى احرى ان يكون هذا قرينة على انه انسان هذا صادق صحيح كلام. فكيفاش هو يكون صادق في عدم الارشيف اللي تم من طرف يعني المسؤولين في الإدارة ثم يولي يصبح هو كاذب في 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 خصوص نسبة أمور لهذا المدير العام للمصالح خاصة وأنه قدم كشف على معناه يهم على العمليات اللي حصلت مأخوذ من قاعة العمليات واللي أكد ما يعني مدت به وزارة الداخلية من معطى أنه صحيح هذا الرجل كان منسق جهوي وكان يشرف على عملية القمع واللي نتج عليها سقوط عدة شهداء وجرحى. وبالأخص أستاذنا أنه سمير الفرياني ما جبتش ياسين طيبة كهو جبت زادة حامد زيد كمسؤول على عمليات القذرة في وزارة الداخلية وجبت زادة بالأخص الشخص الأخطر أنا حسب رأي أستاذنا ومنعرفش رأيك أنت في الموضوع هو منصف بن قبيلة اللي كان مشرف على الجهاز الموازي الموجود في التجمع الدستوري. هو يعني المواقع كلها صحيحة وأنا نتصور أنه من المفروض كان من الأولى أنه يقع تعريف الشعب بها لأنه الشعب لازم يعرف إيش صار بالضبط. ثم محاولة لطمس الذاكرة والإخفاء الحقائق هذا واضح ونشوف أنه من دور القضاء يساعد على أن الحقيقة تظهر وذلك بتبرئة يعني ذمة كل شخص اللي حاول يكشف على الحقيقة.